وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب السياسي التركي طه عودة أوغلو. أهلا ومرحبا بك أستاذ طه. بداية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أثناء كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي حضره الرئيسان الروسي والإيراني قال إن التهديد الحقيقي أمام حل الأزمة السورية هو الأحزاب الكردية المسلحة. هل تعتقد أن الرؤساء اتفقوا على تحديد العناصر الإرهابية أخيرا؟ نعم، تبدأ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني لاحظنا خلال المؤتمر الصحفي بأن هناك وجهات نظر مختلفة لكلا الأطراف. الرئيس الإيراني هو غرد بعيدا وما يتعلق بالقوات الأجنبية ويقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية. الروس تحدثوا بشكل وبإسهاب كبير عن يعني دعمهم لمنشآت النظام السوري. الأتراك يعني هم على كل الرغم ما حدث في الفترة الأخيرة لهم حافظوا على دعمهم للشعب السوري وثورة الشعب السوري وفيما يتعلق بضرورة وقف إطلاق النار. وتم التأكيد من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على موضوع بأن موضوع تنظيم داعش إرهابي هو تم الانتهاء منه، على الرغم من الولايات المتحدة الأمريكية إلى حتى هذه اللحظة تتحجج بوجود ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لمحاربة ومقارعة تنظيم داعش الذي انتهى منذ فترة طويلة. والتأكيد على أن منظمة اليابيجا هي امتدادا لمنظمة حزب العمال الكردستاني المصنفة هنا في تركيا من المنظمات الإرهابية. هل تعتقد أن هذا الاتفاق يمكن أن يصل بتركيا إلى دعم روسي إيراني في رغبتها بإقامة منطقة آمنة؟ يعني إلى حتى هذه اللحظة لا نستطيع من المبكر جدا الحديث عن أن هذه القمة خرجت بنتائج إيجابية للغاية. الموضوع الأساسي كان موضوع إدلب، هناك مواضيع أخرى، الإعمار، اللاجئين، اللجنة الدستورية، ولكن تصوري من دون الوصول إلى قرار نهائي فيما يتعلق بوقف إطلاق النار من قبل يعني ميليشيات النظام والروس من الصعب جدا يعني أن تخطي أو نستطيع أن نقول أن هذه القمة حققت الكثير، خاصة أن هذه القمة هي الخامسة. هناك أربع قمم وصلت الفترة الماضية، ما لاحظناه وشاهدناه على المرء والمسمع بأن هناك قصف ومجازر خلال الأشهر الأربع الأخيرة الماضية، حدث تصعيد كبيرة من قبل قوات النظام وأيضا بغطاء روسي. أعتقد النقطة المهمة يعني في هذا الاجتماع كان هناك تصريحات طبقتها، طبعت تصريحات لافروف عندما وصف بأن الحرب انتهت في سوريا وكأن الوضع في سوريا أصبح يعني مأمونا، خاصة أن هناك لاحظنا الأيام الأخيرة الماضية أن هناك قصف وبشكل كبير من خبرة الطائرات الروسية ومع طائرات النظام. كل هذه هي إشارات واضحة على أن حاليا يعني الروس يحاولون قدر الإمكان. اللغة السائدة بالنسبة لروسيا إلى حتى هذه اللحظة هي لغة الحل العسكري، وهذا ما لاحظناه خلال الأيام الأخيرة من تصعيد كبير ودعمها بالقوات. طيب. أستاذ طه، إقامة منطقة آمنة برأيكم يعني يفتح الباب أمام حل أزمة اللاجئين، هل تعتقد أن هذه القمة أرست أسس جديدة لحل أزمة اللاجئين؟ يعني التصور أعتقد هذه القمة هي وضع خارطة جديدة، وهذه الخارطة سوف تتضح معلمة خلال يعني الأيام القليلة المقبلة. فيما يتعلق باتفاق سوتشي الذي أبرم العام الماضي، التصور هو انتهى من الجانب الروسي، أقصد وخاصة ما شهدناه وتابعناه خلال الفترة الأخيرة الماضية من تصعيد ومجازر ارتكبت بحق المدنيين، وكأن الروس عندما يقول الروس بأنهم يقصفون الإرهابيين في إدلب، ونلاحظ في شاشات أخرى بأن الذين يقتلون هم المدنيون. يعني تصوري أعتقد أن تركيا هي تركز إلى حتى هذه اللحظة على ضرورة وقف إطلاق النار، تركز على ضرورة الحفاظ على اتفاق أتيتانا واتفاق طيب. وهذه هي سوف بلا شك سوف يكون لها تخدم بشكل كبير اللاجئين الذين يعولون الكثير على هذه القمة وعلى الدور التركي بخصوص المدن المدمرة التي تحتاج إلى الإعمار. الرئيس أردوغان تحدث عن استعداد تركيا في المساهمة في إعادة إعمار هذه المدن، ألا تعتقد أن ذلك يستوجب تنسيق دولي؟ يعني من دون شك نحن نتحدث الآن عن أتيتانا، نتحدث عن اتفاق تركيا، ولكن كل هذه الأمور هي من ممكن أن تدفعنا إلى العملية السلمية، العملية السياسية، ولكن العملية السياسية من غير ممكن تتحرك وفق هذا الإطار، أقصد إطار إيران تركيا روسيا. يجب أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة، يجب أن تكون الأمم المتحدة تحت مظلة المجتمع الدولي.
عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب السياسي التركي طه عودة أغلو، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.